ثلاثة رجل طرابلس، من الذي قتل القذافي؟ جدل كبير جدا حوالين من قتل القذافي، وكان بعض الكتاب بيقولوا انه ربما تكون المخابرات الفرنسية هي التي قتلت الرئيس الليبي معمر القذافي. كتاب مهم صدر في مايو 2023 في فرنسا لضابط استخبارات فرنسية عمل في ليبيا أثناء الأحداث الليبية 2011-2012. هو اشتغل في المخابرات، اسمه جان فرانسوا لويليه، اشتغل في الخطوط الفرنسية حوالي 25 سنة، منهم 3 سنين في ليبيا، لكن 3 سنين حاسمة 2010 و11 و12 اللي حصلت فيها الأحداث الرئيسية وسقوط نظام الرئيس معمر القذافي في ليبيا. هذا الضابط في كتابه اللي اسمه رجل طرابلس، اللي هو إصدار 2023، بيقول بعض الحقائق أو بعض المعلومات من وجهة نظره بالطبع التي يجب أن نقرأها أو نطلع عليها. بيقول إنه الرئيس ساركوزي تلقى دعم فعلا من الرئيس القذافي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2007، وإن القذافي لما راح فرنسا نيكولا ساركوزي استقبله استقبال ممتاز هناك واستقبال عظيم جدا، وظهر ان القذافي اقرب صديق الى ساركوزي، لان القذافي كمان كان بيدعم حملات ساركوزي في فرنسا. لكن في 2011 ساركوزي خد موقف تاني تماما، القضاء على القذافي واسقاط النظام. طبقا لهذا الكتاب رجل طرابلس، بيتكلم ضابط الاستخبارات الفرنسية السابق، بيقول إنه كالتعليمات ساركوزي القضاء على القذافي، القضاء على النظام بأي طريقة. وتعليمات الإليزي للاستخبارات ورجالتها في اللي موجودين في ليبيا، إنه دعم أي منشقين، الاقتراب من الثوار ودعمهم بأي شكل. إنما النقطة الخطيرة اللي بيقولها مش بس إنه يساعد المنشقين على الخروج والهروب خارج البلاد، زي ما اتكلم عن وزير الخارجية موسى كوسا اللي ساعده ان هو يوصل الى بريطانيا، انما النقطة الخطيرة جدا اللي احنا عايزين نقف فيها في هذا الكتاب، كما نقلت مجلة لوكسبريس الفرنسية مقتطفات من هذا الكتاب، انه ضابط الاستخبارات الفرنسي كان بيقنع الثوار بانه مش مهم موضوع سقوط الدولة، نركز على سقوط النظام. فلما كان بعضهم بيقول له ان ممكن سقوط النظام يؤدي الى سقوط الدولة، كان بيحاول يهون من هذا الامر، ان احنا نركز على سقوط القذافي وعلى سقوط النظام، ما تشغلوش نفسكم موضوع الدولة ومستقبل الدولة، الاهم دلوقتي سقوط النظام، بس يسقط النظام كل شيء هيكون تمام في ليبيا. فالنقطة دي شرحها في الكتاب بشكل تفصيلي، ازاي كان بيقنع الثوار ان هم ما يفكروش في الدولة، انما يفكروا في الثورة، ما يفكروش في الدولة وإنما يفكروا في النظام، ما يفكروش في الوطن وإنما يفكروا في إسقاط النظام. طبعا كان ممكن أن يسقط نظام القذافي ولا تسقط الدولة، زي ما سقط نظام صدام حسين وكان يمكن أن لا يسقط الجيش ولا تسقط الدولة، إنما اللي حصل في ليبيا سقوط القذافي وسقوط الدولة في ليبيا. ففي كتاب رجل طرابلس بيكلم ضابط السلطة الفرنسية، بيقول إنه كان كل جهدنا، محدش يقول وطن ولا حد يقول دولة ولا حد يقول جيش ولا حد يقول الكلام ده، نركز على إسقاط النظام، إسقاط القذافي وأي حاجة تتحل فيما بعد. طبعا مفيش حاجة اتحلت بعد كده، واللي حصل هو سقوط النظام وسقوط الدولة في ليبيا. في هذا الكتاب بيقول إنه كتير قالوا إن احنا قتلنا القذافي المخابرات الفرنسية، لكن ده مش صحيح، لم نقتل معمر القذافي ولم نتورط في هذا الأمر، وفي حاجات تانية نسبت إلينا لكنها غير صحيحة، إنما اللي عملناه فعلا هو إن احنا بذلنا كل جهدنا لإسقاط نظام القذافي، دعم المنشقين، دعم المتظاهرين، عدم الحديث عن وطن أو دولة، والتركيز على إسقاط النظام وإسقاط القذافي. كتاب رجل طرابلس كتاب مهم جدا لجان فرانسوا لويليه، اللي هو كان ضابط استخبارات فرنسي قضى الوقت الأخطر من حياته في الوقت الأخطر من تاريخ ليبيا المعاصر. كتاب يجب القراءة والتأمل والعظة أيضا. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.